الشباب من مصر يوم الاثنين والاربع الساعة 2:05 مع الكاتب الصحفي خالد نجح. مودك احلى عالشر. لكل الدنيا جينا نقولها يلا بينا. في الحلقة الاولى معانا ومعاكم ضيف انا بعتز بيه، بعتز بتجربته، هو النائب الشاب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وكمان وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس. أهلا بيك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك وألف مبروك على البرنامج الجديد، وأهلا بالسادة المستمعين. أول حاجة لازم أسألك عليها، كان شعورك إيه وإنت بتسمع النشيد الوطني ورفع العلم المصري في طوكيو؟ والله يعني بشكرك طبعا على المقدمه الجميله اللي حضرتك عملتها للشباب، وفعلا ان ده شعور مش للشباب فقط لا غير، ده لاي مواطن مصري انما يحس ان الشباب بترفع العلم وكل دول العالم تتفرج ازاي ان احنا شبابنا قدر يحصل على اكتر من ميداليه. والموضوع ده مش جديد، احنا بالعكس الموضوع ده من زمان جدا، يعني ان احنا الشباب قادرين نعمل انجازات كبيره جدا في المجتمع، واحنا نقدر لما حكيت وقدمتني ان انا وكيل لجنه التضامن الاجتماعي مجلس النواب، ان انا بتشرف ان انا عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي انا موجود في المجلس ده، ما جاش في اليوم وليله، ده على مدار سنين من ايام المدرسه وايام الجامعه وبعد التخرج، ايه اللي كان بيحصل وايه اللي كان بيعمل، عشان برضو الساده المستمعين يعرفوا ان المواضيع، عشان ناس كتير بتقول لك بس ده الشباب دول مختارينهم عشان خاطر يكونوا في المواقع دي، ويقول لك بس بيجملوا صوره الدوله. بعد ما اخذنا القرار، خدنا قرار تاني ان احنا نرجع لسياده النائب ليستكمل كلامه عن التنسيقيه بعد ما نقيس الوجوه بتاعه الملتحقين، ثم ناخد قرار بدخولهم للتنسيقيه، او تاخد القرار بدخول سين او صاد من الناس الى التنسيقيه. لكن قبل ما اقول كده، انا الفكره بتجيلي حزب التجمع وحزب الوفد وحزب مستقبل الوطن، كل الشباب من كل حته يقعدوا مع بعض وما بيقولوش غير يا حلاوتك يا مصر، يا حلاوه شبابك يا مصر، في جملة واحدة، بمعنى انهم هم اللي بيقرروا مصير حاجات كتيرة جدا في الدولة، وكمان رأس الدولة بنفسه يستمع ليهم من كل الاتجاهات، هم بيجتمعوا على أرضية وطنية. ازاي ده بيحصل؟ احنا اتفقنا ان دلوقتي لما احنا مثلا عندنا بنناقش حاجة معينة في البرلمان، وفي حد مؤيد وفي حد معارض، تمام، هي فكرة التنسيقية ده نجاحها، ان مش شرط ان الكل يبقى خارج من الاجتماع ان احنا لازم كلنا هنقول على دي، لا، ما في عندنا احزاب والفكر بتاعها ان هو لا معارض للقرار ده، فده لما احنا بنطلع لازم يكون بصوره محترمه جدا، ما هو المؤيد مؤيد عشان خاطر ان الدوله تستمر في نجاحاتها، المعارض بيعارض عشان خاطر هو شايف وجهه نظر من رؤيته معينه لازم يحصل فيها عمليه تطوير اكتر من ده. ولسه معاكم على اذاعه الشرق الاوسط، مودك احلى دايما مع الشرق الاوسط وكمان في شباب من مصر. احنا وصلنا مع سياده النائب احمد فتحي للتنسيقيه. التنسيقيه كانت الناس مش عارفاها، بدات تعرفها من خلال بعض الشباب اللي يعني تلقى تدريبه في من خلال التنسيقيه، ثم بعد كده بدا نجمهم يبزغ. البعض قال ازاي التحق بالتنسيقيه، ازاي اكون في التنسيقيه، ازاي اكون ضمن هذا الكيان المهم. انت ليك تجربه مع التنسيقيه على فكره من بدايتها على ما اعتقد، قول لنا تجربتك مع التنسيقيه وهسيب لك المايك. بشكر حضرتك على المقدمه الجميله لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، هي عشان برضو لو الساده المستمعين في حد ما يعرفش ايه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، هو ده كان يعني كيان سياسي تم اطلاقه سنه 2018، هدفه الرئيسي ان يعمل دمج ما بين افكار الايديولوجيات المختلفه للاحزاب السياسيه اللي موجوده عندنا في مصر، تقعد على مكان واحد يتبادلوا الافكار، يحترموا الافكار والاراء، ويبتدوا ينفذوا ورقه سياسات تقدم في اكتر من مجال. حصل تمكين حقيقي للشباب داخل تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ان احنا عندنا حاليا 6 نواب محافظين وهم دول مجلس الامناء عندنا في التنسيقيه. لما نسمع من شباب مصر، عايز دايما المستمعين يتفاعلوا معانا ودايما يقولوا يا حلاوتك يا شباب مصر. ليه بقى؟ شباب مصر هو شباب بينجح، بيشقى، بيتعب، بيتدرب،
عايز من حضرتك تقول لي الفتره اللي من ساعه ما حصلت الاعاده ولم توفق ثم الانتخابات التاليه كنت بتعمل ايه؟ يعني انت في النهايه اصريت انك تحقق حلمك، الاصرار ده ما كانش من فراغ، احكي لنا بقى عملت ايه؟ انا من بعد التخرج، وده حلم اغلبيه الشباب في الموجودين حاليا في الجامعات، ان هم يبقى ليهم المشروع بتاعهم فيعملوا الشركات الناشئه بتاعتهم. ده كان حلمي من بعد التخرج، بس دايما كنت بسال نفسي سؤال، هل ده الوقت المناسب ان انا اقدر اسس كيان يقدر يخدم اكبر عدد ممكن من الشباب؟ كانت الاجابه لا. طب ايه اللي حصل؟ لما انتحقت باحدى شركات الاتصالات واشتغلت في الاداره اللي اسمها المسؤوليه المجتمعيه، شفت شباب كتير على مستوى جامعات مصر بيقدموا مشروعات شركات ناشئه عامله ازاي، وشفت الوضع على ارض الواقع ان الشباب ازاي قدر يدخل لنفسه دخل شهري ثابت. ولسه معانا ومعاكم النائب احمد فتحي وكيل لجنه التضامن في مجلس النواب. حضرتك كنت سالتك سؤال قبل الفاصل، هل انت راضي عن اداء الحكومه؟ الرد هيجي من خلال المشروع القومي اللي اطلقه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الا وهو مشروع حياه كريمه. كانت زمان الناس بتعاني ان للاسف الدوله مش مهتميه بالفئات الاكثر فقرا، واللي حصل ان الموضوع مش بيتمثل في وزاره واحده فقط غير هي وزاره التضامن الاجتماعي، لا ده كل وزارات الدوله شغاله في المشروع المحترم من خلال عملية تأهيل البيوت، من خلال دخول الصرف الصحي، الإنارة. لو حضرتك وانا يعني بدعو جميع السادة المستمعين ان هم يخشوا على صفحة حياة كريمة ويشوفوا المجهودات اللي المؤسسة بتعملها واللي الدولة بتعملها، هيحسوا ساعتها ان فعلا في عمل محترم الدولة بتقوم بيه على أرض الواقع. وبجانب ده كمان هيقول لك طب ده في المحافظات وفي المناطق الاكثر فقرا، احنا هنا في القاهره والجيزه استفدنا ايه ولا شفنا ايه؟ التوسعات الطرق اللي حصلت على مدار الفتره اللي فاتت هي لو قعدنا ممكن نحسبها مع اي مهندس هيقول لك دي تاخد سنين. العكس، دي خدت شهور. وانا مش بقول الكلام ده عفوا ان انا عشان موجود مثلا في المجلس، لا، انا دوري رقابي وبراقب على مؤسسات الدوله بالكامل وبالاخص وزاره التضامن الاجتماعي. شباب من مصر يوم الاثنين والاربع الساعة 2:05 مع الكاتب الصحفي خالد ناجح. مودك احلى عالشرق. لكل الدنيا جينا كلها يلا.